في الأثناء أحمد، كتاب القسام تعلن في هذا الخبر العاجل أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية في شمالي حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. هذا يأخذنا إلى الحديث عما يعلن من الجانب الإسرائيلي حتى الآن عن الخسائر والقتلى في داخل القطاع. بالفعل، لكن كمان لكن ايضا قدره حركه حماس على استهداف ناقله جند الاحتلال الاسرائيلي في مناطق شمالي قطاع غزه، ورغم اعلان الاحتلال الاسرائيلي عن تطهير هذه المناطق والانسحاب من هذه المناطق لانه طهرها وانتهى من ما يسميها الانهيار او تقويض قدرات حركه حماس في هذه المناطق، ومع ذلك يبدو ان حركه حماس لا تزال قادره على شن عمليات ضد الاحتلال الاسرائيلي في اكثر من موقع من مواقع شمالي قطاع غزة، في مدينة غزة، في الأحياء الشرقية لمدينة غزة، في بيت حنون، في بيت لاهية، في جباليا وفي غيرها من المواقع. في كل موقع يتواجد فيه الاحتلال الإسرائيلي يتعرض لاستهداف داخل قطاع غزة، سواء في مناطق الشمال أو في مناطق الجنوب. عدد القتلى الذي يعلن عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي قليل مقارنة بالبيانات التي تصدرها كتائب القسام، وهناك اتهامات توجه لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اتهامات فلسطينية بطبيعة الحال بأنه يخفي أعداد القتلى الإسرائيليين وأعداد المصابين الإسرائيليين على وجه التحديد. الجيش الإسرائيلي ينفي هذا الأمر، لكن الإعلان عن سقوط قتلى إسرائيليين ومصابين إسرائيليين عادة يكون متأخرا بشكل كبير جدا في قطاع غزة، عندما يغير الاحتلال الإسرائيلي خلال دقائق، على أقصى تقدير خلال ساعة تتم معرفة أعداد الشهداء. لكن هذا الأمر في إسرائيل يحاط بسرية كبيرة جدا، وهو من ضمن الأمور التي تتشدد الرقابة العسكرية الإسرائيلية في الحديث عنها، وتمنع كثيرا من الصحفيين في تداول هذه الأنباء. بالتالي هناك شكوك كبيرة حتى عند الإسرائيليين في أعداد المصابين الإسرائيليين التي يعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. هذا الموضوع حظي باهتمام واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية، عند الإسرائيليين بشكل خاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك، وهذا أمر جديد لم يكن في السابق، هناك تداول واسع للأعداد التي تعلنها حركة حماس وكتائب القسام في بياناتها عند الإسرائيليين. هذا التداول في البداية كان كثير من الإسرائيليين يتجنبونه، الآن يتداولون هذه الأنباء في مجموعات على تليجرام، ونتحدث عن مجموعات كبيرة وقنوات كبيرة فيها عشرات آلاف الإسرائيليين يتداولون البيانات والفيديوهات الصادرة على المقاومة الفلسطينية. وبالتالي الرقابة التي تفرضها إسرائيل لا تنجح دائما في تغييب ما يجري في قطاع غزة عن الإسرائيليين. أحمد.